أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نسلط خلالها الضوء على الوضع الميداني والإنساني في مدينة تعز. تنهش الحرب تعز، تسلبها الحياة وتحيلها إلى أشلاء مدينة حيث الموت محدق بأرواح البشر. هو جزء من يوميات المدينة المحاصرة منذ نحو 14 شهرا. تصف المنظمة الإنسانية تعز بأنها سجن مفتوح يحوي مئات الآلاف من البشر، حيث توزع الميليشيا قذائفها على الأحياء السكنية بشكل يومي رغم مضي 52 يوما على اتفاق التهدئة المعلن، ورغم زيارة وفود المنظمات الدولية وحديث المبعوث الأممي عن إدخال المساعدات إليها. أحدث المستجدات وتحديدا مساء الأربعاء، سقط 3 شهداء من المدنيين بينهم امرأة وطفل، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين إثر قصف الميليشيا حي حوض الأشراف وسط المدينة. وتكثف الميليشيا من ضرباتها الموجعة في صياد واضح للمدنيين، بينما تستضيف الكويت للشهر الثاني مشاورات السلام. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى ستستمر الدماء بالسيلان في تعز بفعل قصف الميليشيا؟ وأي آمال تعقد على محادثات يغيب عنها الوضع الإنساني والميداني ولم تنجز حتى الآن اتفاق فك الحصار عن المدينة؟ هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها في حلقة الليلة من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. مجزرة في تعز في يوم من أيام المهرجان الدبلوماسي في الكويت، وفي اليوم 52 من سريان اتفاق التهدئة المعلنة من قبل الأمم المتحدة، 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل استشهدوا وأصيب 10 آخرون في قصف لميليشيا الحوثي والمخلوع استهدف مشروعا للمياه في حي حوض الأشراف وسط المدينة. مصادر طبية أكدت أن الجرحى وصلوا إلى المستشفيات في وضع خطير لا يحتمل، وتم إدخالهم غرف العناية المركزة. مجزرة جديدة وضحايا تضاف إلى عشرات المجازر بحق المدنيين في مدينة محاصرة منذ أكثر من عام. وحدها تعز تكتشف كل يوم أن حواليها وفي محيطها وعلى أبوابها من تطاوعهم قلوبهم، إن كان لهم قلوب، كي يطلقوا قذائفهم ورصاصاتهم على جماجم الأطفال والنساء. قد يبدو ذلك عاديا في يوميات المدينة العالقة في أمزجة المحاربين وعلى هامش جدول أعمال المتفاوضين وطاولة الوسطاء الدوليين، فارتفاع منسوب الدماء المراقة على هذه الأرض لم يصل بعد إلى عتبة الألم بمقياس إنسانية الحرب التي تستوجب الصراخ لوقف هذا الجنون. لعبة عض الأصابع الدموية تجري على أجساد الأطفال والنساء والمدنيين وعلى جسد هدنة ولدت ميتة، ومع ذلك ثمة من يتمسك بها ويريد إنعاشها. تقول إحصائية المجلس العسكري فإنه منذ بدء التهدئة في تعز سقط نحو 48 مدنيا و99 من أفراد الجيش الوطني والمقاومة، بالإضافة إلى مئات الجرحى. وبينما يستعد الأهالي لاستقبال شهر رمضان، تصعد الميليشيا من قصفها وحصارها، وهو ما يفاقم من صعوبة العيش وتحركات المواطنين في المدينة. إذا مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن وكيل محافظة تعز الأستاذ رشاد الأكحلي. مساء الخير أستاذ رشاد. أهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ رشاد. يعني منذ عودة المحافظ إلى مدينة تعز، ما الذي أجهزته السلطة المحلية على يعني في سبيل الحد من معاناة السكان جراء الحصار وكذلك في سبيل إنعاش الخدمات؟ لا زال لا نستطيع نقول إنه الأمور تحركت بشكل يعني إيجابي يمكن أن يرضى المواطن عنها، لأن الحصار لا زال قائم، لأن الأوضاع في المحافظة لا زالت كما هي. وضع المحافظ جاء إلى تعز، طبعا إمكانية حركته من حيث إنعاش مؤسسات الدولة ما كانش بالقدر الكافي التي يمكن له أن يحقق إنجاز ممكن. وضع تعز لا زال ألم الناس يومي ومعاناة مستمرة كما هي موجودة. لا نستطيع أن نقول بأن هناك إنجاز ما على الأرض. نحن نقول إن تعز لا زالت تحت الحصار ولا زال وضعها المأساوي كما هو. نعم. طيب، يعني هناك حديث عن انعدام للإمكانيات لديكم في يعني في رئاسة يعني السلطة المحلية، عدم وجود موازنات تشغيلية. هل يعني وضحتم للسادة المشاهدين حقيقة الوضع الذي تمر به المحافظة والسلطة المحلية هناك؟
المحافظة تمر بدون إمكانيات يا أستاذ. إحنا حاولنا بقدر الإمكان أن نعيد مؤسسات الدولة إلى العمل، لكن الموازنات التشغيلية التي يفترض أن يشتغل عليها الناس لا توجد موازنات تشغيلية على الإطلاق، فتجد الناس حتى المؤسسات اللي عادت وقفت عن أعمالها لأنها لم تجد موازنة تشغيلية بتحريك أعمال المؤسسات الموجودة. تعز بدون موازنة تشغيلية على الإطلاق، وأنا أقول بأنه هذه مسألة أساسية، ونحن قد رفعت كثير من الشكاوي الموجودة إلى الحكومة، والحكومة هي عارفة بما تمر فيه تعز المسألة من أزمة في مواردها الأساسية، وبالتالي تعطلت كثير من الأعمال الموجودة لأنها لا توجد موازنة تشغيلية. تعز لا تمر الحصار التي تمارسها جماعة الحوثي صالح، لكن أيضا هناك حصار على مسألة الموازنة التشغيلية التي يمكن أن تنعش الحياة التي تحقق وتوصل إلى مرحلة من الاستقرار في المحافظة. نحن كنا نتوقع نتمنى أن تشتغل المؤسسات الدولة بحيث أن تعطي مؤشر بأن الاستقرار قادم، وحتى يعطي تفاؤل للناس بأن الأمور قد تحسنت إلى حد كبير، لكن هذه المسائل لم نستطع نحن نحقق شيء حتى الآن. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ رشاد. ينضم إلينا كذلك من تعز عضو اللجنة الطبية هناك الأستاذ محمد القباطي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخي الكريم، شكرا لك، مرحبا بك ومرحبا بضيفك الكريم الأستاذ المهندس رشاد الأكحري وكيل المحافظة. حياكم الله أستاذ محمد. إذا حدثنا أكثر عن المنظومة الصحية في تعز، الحديث عنها لا يبدو مطمئنا بحسب كثيرين، يعني كيف يمكن إيجاز هذا الوضع الذي تمر به الحالة الصحية هناك في الظروف الحالية التي تمر بها المدينة؟ طبعا استكمالا للحديث الذي قاله الأستاذ المهندس رشاد الكحري وكيل المحافظة، محافظة تعز يعني كانت تفتقر لأبسط الإمكانات. محافظة تعز كانت هي أصل محاصرة منذ يعني 35 عاما. محافظة تعز يعني البنية التحتية تحت مستوى الصفر، ف في جميع المجالات يأتي المجال الصحي على رأس هذه المجالات. يعني أنا أكبر لك الصورة وأقربها إليك والمستمع الكريم، أن مستشفى مرجعي كان يعني مفترض أن يقوم بتطبيب قرابة 4 مليون نسمة بالإضافة إلى المحافظات القريبة، 4 محافظات اللحج والحديدة وإب ويعني وطالع، ان هذه الهيئه بصفه الثوره لا يوجد فيها حتى كشافه عاديه يعني حديثه، ناهيك عن الاشعه المقطعيه، ناهيك عن الرنين المغناطيسي، ناهيك عن المناظير. فالمدينه تفتقر لابسط المكونات يعني في وضعها الطبيعي، يعني كانت لا تستطيع ان تقدم اي خدمه، فما بالك في بعد حصار يعني تجاوز العام، بعد حصار يعني تمخض عنه جرحى وشهداء ويعني وحدة مدمرة ويعني وأيضا استهدفت هذه المستشفيات نفسها يعني بالاستهداف المباشر. فالمدينة في وضعها الصحي مأساوي، كلمة مأساوي قليل في وضعها. طيب يعني كيف تقومون أنتم في اللجنة الطبية ونقابة الأطباء يعني عمل يعني العلاج وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمصابين في ظل شح الإمكانيات والدعم؟ حقيقة نحن يعني نجاهد بما استطعنا من إمكانات، نحن نحاول أن يعني نتواصل مع المنظمات المحلية، مع المنظمات الإقليمية والتي على رأسها مركز الملك سلمان، أيضا المنظمة الإقليمية في يعني في قطر وفي السعودية وفي الكويت. المنظمات هي الآن يعني كل ما تقدمه يعني يوصل الحد الأدنى من الأشياء التي نستطيع أن نتحرك من خلالها. أيضا نحن نعمل على منظمات الأمم المتحدة، لكن لا ندري ما هو السبب أنها دعمها وإمكاناتها يعني تصل أطراف المدينة وبعدين. طيب أرجو أن تتفضل. نعم أستاذ محمد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى الأستاذ رشاد الأكحلي وكيل المحافظة. أستاذ رشاد، هناك ملفات كثيرة في تعز يعني يتم الحديث عنها وتثير الكثير من الجدل، من ضمنها ملف الجرحى من المدنيين وكذلك من قبل قوات الجيش والمقاومة. ما الجديد بخصوص علاج هؤلاء؟
حتى الآن ما كان في طلب إخواننا في اللجنة الطبية في لا 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 في السعودية إنه يعاد تشخيص الحالات الجراح حالات الجرحى، وتم تشكيل لجنة بحسب طلبهم، وتم إعادة تشخيص الإخوان اللي مفترض أن يسافروا ومعالجتهم، وحتى الآن لم يتم البت فيها. أنا أعتقد إنه مسألة الجرحى لا تحتاج إلى مسائل يعني استثنائية، تحتاج إلى مسألة استثنائية في والتعجيل في علاجهم. ما تم بالنسبة لنا واللجنة الطبية وإخواننا في اللجنة الطبية عاملين جهد ممتاز في مسألة تجهيز هؤلاء الأشخاص الذين أو الجرحى الذين يفترض أن يسافروا. لكن إخواننا إيش المعرفة الآن الأساسي في مسألة تسفيرهم؟ هذه مش لا هي مرتبطة بنفس السلطة المحلية ولا هي مرتبطة باللجنة الطبية، لكن هناك يفترض أن يتم تعجيلها من قبل الإخوة اللي يفترض مسؤولين على تسفير هؤلاء الجرحى. مسألة الجرحى هي مسألة أساسية ومؤلمة، اليوم تزداد مع مرور الوقت ألما وأكثر ألما. هناك في حالات مع مرور الوقت تصبح مستعصية حتى في مسألة علاجها، وأنا أعتقد أن هذا جانب إنساني لابد نحن نركز عليه، وأخوانا يتفهمون كويس هذه الحالات التي سوف تصبح مستعصية في مرحلة العلاج. طيب السرعة هي ربما مسألة أساسية في علاج الجرحى. طيب في من ناحية دخول المواد الإغاثية من قبل المنظمات يعني المختلفة سواء الدولية أو المحلية، ما الجديد بخصوص هذا الموضوع؟ هذه هي لا زالت قائمة، الحصار لا زال قائم، معرقلة في مسألة دخول المواد الغذائية. كانت عندنا جهة واحدة هي منظمة الغذاء العالمي في مسألة دخول كميات من الغذاء، 4 أو 5 شهور حتى الآن جاءت 3 دفع. أنا أعتقد إنه المسألة المنظمات والهيئات العالمية هم يشتغلوا في إد، ويشتغلوا عندهم الناس زي متعهدين في تعز. نحن معنا لقاء يوم السبت مع ممثل الشؤون الإنسانية في اليمن، طارحين في جدول أعمال اللقاء إنه على هذه المنظمات أن تتخذ من تعز مركز لعملها، مش في إد، مصالح تعز تتحقق بالعمل داخل تعز. وهذا اللقاء في ورقة الآن وعاملين محضر في مسألة كيفية التعامل مع هذه المنظمات حتى ننظم ونضبط إيقاع مساعدات هذه المنظمات التي لا تستفيد منها تعز حتى الآن. وتشكل المنظمات الخارجية الآن المنظمات المختلفة اليوم مشكلة لنا في تقاريرها التي تقول إنها قد طفت كثير من الأموال وكثير من المساعدات لتعز، لكن كما أشار الدكتور محمد القباطي بأنها لا تأتي إلى داخل المناطق المحصرة، وإنما تصف في المناطق المحيطة التي مسيطر عليها جماعة الحوثي، وبالتالي نحن نحاسب على هذه القادة التي لا تصل لنا. تخيل الآن عندنا مشكلة اليوم، والأخ محمد القباطي وأخوة في اللجنة الطبية، حول فلترات لمسألة الغسيل الكلوي. تخيل الفلتر في تعز لجهزة الغسيل الكلوي اليوم في تعز أصبحت مشكلة. بين المستشفيات نبحث عن فلتر في مستشفى ما في المستشفى المعين ليعطي المستشفى الآخر ما عنده. في عندنا مسائل إنسانية كبيرة، وأخواننا في اللجنة الطبية مستوعبين الجوانب هذه، وأنا أعتقد زي ما قال دكتور محمد أنه تبذل كثير من الجهود الموجودة، لكن هناك من لا يساعد في مسألة الرفع من مستوى أداء الأجهزة المحلية، أجهزة السلطة المحلية التي يفترض أن تأخذ دورها في مسألة رفع المعاناة عن المواطنين بشكل إيجابي. نعم أستاذ رشاد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أستاذ رشاد، أعود إلى أستاذ محمد القباطي. يعني إذا ما تحدثنا على أن رئيس لجنة الإغاثة العليا ووزير الإدارة المحلية في ذات الوقت عبد الرقي فتح تحدثنا سبب التأخر في علاج جرحى الحرب في تعز هو عدم استكمال ملفاتهم المرفوعة من تعز من قبل القائمين على هذا الملف، لماذا لم تستكمل هذه الملفات بعد دكتور عبد محمد؟ شكرا لك أخي الكريم. يعني حقيقة نحن نقدر له يعني هل كل ما يقوم به دكتور؟ نعم كريم. نعم هناك تقطع في الصوت دكتور. نعم إذا نعود إلى الأستاذ رشاد الأكحلي. أستاذ رشاد، كنت تتحدث عن نقطة مهمة بخصوص المنظمات العاملة في تعز، طيب ما هي آخر
أو ما كانت آخر الشحنات الواصلة إلى داخل المدينة؟ متى كانت هذه الشحنات؟ كانت الشحنات قبل في شهر 4 من الغذاء العالمي، حوالي 3500 سلة. هذه هي كانت آخر دفعة استلمناها من الغذاء العالمي، لكن هناك وصلت الآن اللي دشنا فيها حوالي 100,000 سلة جاءت من مركز سلمان، وهي بالطريقة لم تبر عبر المعابر اللي هي مفتوحة، لكن عبر المعابر الأخرى اللي هي عبر منفذ الطالوق، وهو المنفذ المتحكم فيها الجايب من خط عدن التربة. وهذه الكمية هي مخصصة لميدوريات المدينة، القاهرة 24,000 سلة والمظفر 24,000 سلة وصالة 16,000 سلة، إضافة إلى مديريات المسيطرة عليها المقاومة اللي هي المسلخ وصفر الموادن ومشرعاء والحدنان. هذه الكمية الإغاثة اللي جاية من مركز سلمان عبر ائتلاف الإغاثة، أنا أعتقد أنها يعني مع أهميتها خلال هذه الفترة التي نحن نحضر لشهر رمضان المبارك، وأنا أعتقد أنه شهر رمضان بحاجة إلى كمية أكبر من هذا الإمداد، ونحن نتوقع ونتمنى على هذه الهيئات العاملة في مجال الإغاثة أن تنظر إلى شهر رمضان ومعاناة المواطن فيه، لأنه يترتب عليه معاناة إضافية شهر رمضان على المواطن، ونحن نتمنى أن يساعدنا هذه المنظمات في مسألة التخفيف عن معاناة المواطن خلال هذا الشهر الكريم. طيب أستاذ رشاد، بسؤال أخير، ما هي المنظمات الفاعلة فعليا بداخل مدينة تعز التي لديها مكاتب ولديها موظفون قائمون على الأرض بإغاثة الناس؟ ما فيش يا أستاذ، المنظمات الخارجية لا يوجد لها مكاتب داخل تعز، لها متعاهدين في تعز يتواصلوا مع مكاتبهم، مكاتب المنظمات موجودة في إد تحت سيطرة جماعة الحوثي صالح، ونحن نقول لقاءنا هذا يوم السبت مع أخواننا ممثل الشؤون الإنسانية ولوتشا اللي هم يضم هذه المنظمات، لابد يكون هناك حل فاصل في مسألة ما يتصل بعلاقات هذه المنظمة مع السلطة المحلية في محافظة تعز. أنا أجزم وأقول حاسم بهذه ما يتعلق بهذا الأمر أنه لا يوجد هناك مكاتب موجودة في مناطق السلطة المحلية في المحافظة. وماذا عن المنظمات المحلية العاملة؟ هل تقوم بدورها بشكل إيجابي؟ وما هي هذه المنظمات؟ كسؤال أخير. هي تتواصل المنظمات العاملة مع جهات خارجية. أنا أقول إنه يا أستاذ، النظام الصحي القائم في بلاد في تعز اليوم، النظام الصحي قائم على المساعدات، الدولة لم تقدم شيء فيما يتصل بمسألة ما يتصل بما يحصل بالمستشفيات، كلها على إعانات قائمة، النظام الصحي قائم على إعانات، لو توقفت هذه الإعانات من المنظمات توقف الجانب الصحي. ما يتصل بالتغذية والجانب هذا هو قائم على أيضا على المساعدات القائمة، هناك منظمات وإئتلافات وجمعيات وهيئات تشتغل بنشاطها الفردي وتواصلها مع تجار مع هيئات خارجية لتحصل على مجموعة من المواد الغذائية ويتم توزيعها للمواطنين. نحن نحاول باللجنة الفرعية للإغاثة أن نضبط إيقاع هذه المنظمات بحيث أنه تحصل بأنه يسود توزيع هذه الإعانات على أكبر عدد من الناس الموجودين ولا يحصل تكرار لمسألة التوزيع. أنا أقول ما جاء حتى الآن من إغاثات لا تكفي ولا تلبي لاحتياجات تعز، خصوصا وهذه مسألة ربما الكثير لا يعيها، وهي أن هناك أسر كثيرة عادت إلى تعز إلى المحافظة بعد طول فترة. نعم أستاذ رشاد. هي عانت في الريف وعادت إلى داخل المدينة، واليوم تشكل عبء أعداد جديدة، هذه تتطلب منا برضو إعانة وإغاثة جديدة، حتى المنظمات اللي عندها إحصائية موجودة. نعم. إعادة تقييم هذه الإحصائيات لأن العدد زاد عن عندنا، وهناك فعلا احتياجات متزايدة مع الوقت متزايدة. أستاذ رشاد، إذن أشكرك وكيل محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الصحفي عبد العزيز المجيدي. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور، أهلا بك أستاذ عبد العزيز. يعني هناك سعي للسلام في الكويت، في ذات الوقت هناك قصف يحصد المدنيين في تعز، أي مشهد يعني يرسم اليوم في المدينة بالنسبة لتعز؟ أعتقد بأن مسألة القصف والهجمات المستمرة على المدينة لم تتوقف أصلا منذ أن بدأت الحرب، وبالتالي تعز
هي مستهدفة طوال الوقت، لم تهنأ بأي شكل من أشكال ما يسمى بالهدنة أو الهدنة التي أعلنت خلال الفترة الماضية. القصف والقتل مستمر، المجازر التي ترتكب بحق الناس لم تتوقف. بالأمس كان هناك مجزرة جديدة بحدود تقريبا 13، كان هناك 13 جريح، كان 3 قتلى وبينهم أطفال، كانت الصور بشعة للغاية، لأن تم استهداف حي حوض الأشراف بصاروخ كاتيوشا من قبل الميليشيات. ما هي رسائل المستقاة من هذه الضربات في هذا التوقيت أستاذ عبد العزيز؟ أعتقد بأن الميليشيا لا تكترث أصلا لما يسمى بالهدنة أو حتى مفاوضات السلام، هي بالعكس تحاول أن تحول الحرب على الميدان إلى رقم على المفاوضات، وبالتالي أيضا لديها كثير من الثقة بأن المجتمع الدولي وقوى كبرى في العالم كأمريكا وغيرها والاتحاد الأوروبي إلى حد كبير يضغطون باتجاه إيقاف الحرب وإكراه أو الضغط على الحكومة والطرف الطرف الشرعية والتحالف العربي بالقبول بقوة الحوثيين كما هي عليه كميليشيا. المطلوب فقط تقديم تنازلات لشرعنة هذه الميليشيات وإعادة صياغة تسوية تضمن للحوثيين تحديدا التواجد الكبير داخل أجهزة الدولة. طيب. شرعنة كل الإجراءات التي مضت خلال الفترات الماضية، إيجاد كتلة قوية داخل أجهزة الدولة تشبه في نهاية تصميم مشهد أقرب إلى المشهد اللبناني، نسخة من حزب الله أخرى، ستكون البلاد رهينة بيدها أو ستشكل بشكل أو بآخر ندا لسلطة ربما تمتلك إلى حد ما جزء من قوة، لكن في النهاية لن تبنى الدولة اليمنية، سنظل في نفس المساجلات القديمة وفي دورات. طيب وفقا لذلك ما جدول الاستمرار في التفاوض، وكذلك ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة في ظل الضغط الكبير الذي يعني يبدو أنه يمارس عليهم من قبل سواء المجتمع الدولي أو حتى من قبل الحلفاء بداخل التحالف العربي؟ يا سيدي، هناك نقطة مهمة متعلقة أيضا بأداء الحكومة والسلطة الشرعية. أعتقد بأن جزء من المشكلة التي تواجهها البلد هي ما تتعلق بأداء هذه الحكومة والسلطة الشرعية التي ترفض حتى الآن العودة إلى المناطق التي تم تحريرها، وهم يريدون فقط البقاء في مناطق مكيفة وفي مناطق آمنة، ولا يكترثون للمخاطر التي تحدق باليمنيين ولا للمشاكل التي تواجه اليمنيين بشكل يومي في كل مكان. سلطة غريبة لا تريد أن تفاوض للعودة إلى صنعاء، وهي لم تستطع حتى أو تتخوف من العودة إلى عدن، وكان أمامها أيضا محافظات كثيرة بالإمكان العودة إليها في لإثبات وجودها كسلطة شرعية مسنودة بإرادة شعبية وبمقاومة شعبية أيضا كافحت من أجل التمسك بهذه الشرعية في مواجهة خيار ميليشياوي يريد أن يلتهم الدولة. نعم. ويصبغها بصبغته الطائفية، لكن في النهاية لدينا سلطة غريبة الأطوار لم تتعلم من الفترات الماضية. كل ما يجري هو عبارة عن شكل من أشكال الفهلوة في إدارة المشهد، وأعتقد أنهم معتمدين بدرجة رئيسية على التحالف، والتحالف أيضا له سياساته وخياراته وربما يواجه الكثير من الضغوط في هذا الجانب. ما يحدث في الكويت هو بالتأكيد شكل من أشكال التنفيس عن الأزمة الكبيرة الموجودة داخل اليمن. نعم. محاولة حديثة لأطراف إقليمية ودولية لإنجاز شيء ما حتى لو كان كذبة من أجل الظهور بأن هناك خيار لسلام حقيقي داخل اليمن، لكن كل الخيارات، كل الرؤى المقدمة، كل الأطروحات، كل الممارسات على الواقع لا تشير إلى أن البلد سيمضي باتجاه سلام ممكن. كل ما هنالك إذا حدث، حتى إذا حدث انفراج في مفاوضات الكويت، وهذا أعتقد أيضا حتى مستبعد إلى حد كبير، ستكون عبارة عن فقاعة لا تفعل شيئا في جوهر المشكلة اليمنية بقدر ما تعيد إنتاج المشكلات السابقة، وبالتالي العودة إلى نفس المربعات القديمة. الصحفي عبد العزيز المجيدي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي كانت أو خصصت عن الوضع الإنساني والميداني في تعز.
في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السماء، وكذلك تحيات الزميل محمد القاسم في الإعداد وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.